الكل. اليوم باش نحكي لكم فيت في على كتاب دوبا كملته اسمه صوفي مون امو نتاع الي فيا سلطان. بون بلو سيريوزمون اسمه اسمها الي في شفق, وهي كاتبه تركيه. الكتاب هذا يحكي على كيفاش شمس التبريزي وجلال الدين الرومي تعرفوا على بعضهم. برانفو جلال الدين الرومي هو شاعر كبير ياسر, عاون باش المذهب الصوفي يتعرف في العالم كامل. معناها حتى لليوم عبيد يمنوا ياسر بجلال الدين الرومي, وخاطر الشعر اللي يكتبه مزيان على الاخر ويحكي على الحب بين العبد وربي. وهو كما ولا هكي كان في جارة شمس التبريزي هذا اللي هو صوفي معناها درويش, وعاد حياته كاملة معناها عاش دي اكسبيريونس وكل شيء. من لي اكسبيريونس هذوما ذا كي الريزومي نتاع حياته خرج ب 40 قاعده 40 ريغل. دايوغ هو الكتاب هذا على باز اسمه لي 40 ريغل دو لامور. معناها هو مجمع كيما نقولوا احنا القواعد نتاع الحب ولا قواعد الحب في الاسلام, وخذا قرار اللي لازم يعديهم لحد اخر اللي يكون عنده العلم الكافي باش ينجم يفهمهم ويوصلهم. وبالنسبة لي أكثر عبد ينجم يفهم الحاجات هذوما هو جلال الدين الرومي, العبد الكل عيطوا له رومي. حسيلو الكتاب هذا مزيان على الاخر, وانا بالنسبه ليا سي اون ديكوفيرت دون لو سونس اللي مانيش مستانس برشا بالنوعيه نتاع الكتب هذوما. ولو فات اللي كتبته مرا زد خلاه يعجبني اكثر, خاطر تحس فما اون سوبتيليتي فيمينين, فما اون دوسور في المانيير اللي كل شيء مكتوب بها, حتى في المواقف اللي فيهم شويه فيولونس. والحاجه الباهيه اللي الكتاب هذا مقسوم سور اون كانزين دو بيرسوناج. معناها فما اون كانزين دو بيرسوناج اللي كل مره واحد يحكي فيهم. كي نقولوا احنا بيرسوناج ا يبدا من تي 0 حتى لتي 1, بيرسوناج بي يبدا من تي 1 حتى لتي 2, انسي دو سويت. معناها كل واحد ياخذ لا غوليف على البيرسوناج اللي قبله باش يكمل يحكي الحكايه. البارتي الاولى نتاع الكتاب يحكي فيها سورتو هذا شمس التبريزي والعباد اللي دايرين بيه, ومن بعد لين نوصلوا للرونكونتر نتاعهم شمس ورومي. وقت شمس يبدا يحكي والعباد اللي دايرين بيه, ومن بعد مره شمس مره رومي. انا كل مره واحد يحكي فيهم ويحكي على انسان, حتى بعد ساعات تلقى الامام سين كل واحد يحكيها من الفيزيون نتاعو هو ولا كيفاه, اللي هي حاجه انتريسونت بالنسبه لي انا في كو ما قريتش كتاب واحد اخر فيه الحكايه هذه, ميم سي جو سو سور اللي فما كتب اخرين فيهم التكنيك هذه انتر جيمي. الكتاب هذا فيه 40 قاعده تحكي على الحب, وال40 قاعده هذوما مكتوبين ببوليس واحد اخرى تلقى مكتوب اون ايتاليك. دايوغ انا في الحكايه هذه عملت ليسته في الاخر, ليسته هذه حطيت كل ريغل فيها ماهي باش بستهالي الحكاية بلكش كانها من نهارات نحب نرجع لهم هاك نلقاهم بلو فاسيلمون. واللي ريغل هذوما تحسهم انسبيري ياسر من الفيلوزوفي اوريونتال, معناها كوتي الهند, معناها من الهندويزم. من غادي واحد يزيد يفهم المذهب الصوفي شنو معناها, ان ميلانج ما بين الاسلام نوعية متاع اسلام, وما بين شوية مسيحية وشوية بوذية وشوية اندويزم من عشان يتقال بالعربي. ومعناها تاخذ لي فيلوزوفي هذوكم الكل تعمل ميلانج مع الاسلام دو تيل فاسون اللي كيفاش العبد ينا با بزوان باش يكون امام يجي يقول شنو تعمل شنو ما تعملش, باش يصير كونتاكت بين العبد وبين اللي خلقه. معناها انت تنجم ربي معناها تحس الكونيكسيون اللي بينك وبينه من غير انترميديير. وفما لو كوتي كيفاش لازمك تتخلص من ليغو نتاعك, مش ليغو اللي نركبوه, ليغو لو ايغو. معناها كيما عبد يقول العبد ايغو سنتريك ولا عبد ايغويست, معناها عبد يهمه كان في نفسه كان في روحه. دايوغ ليغو يعيطوا له النفس بالعربي, معناها عبد كيفاش يتغلب على نفسه باش ما يرخش لي ديزير نتاعو اللي هكا شعيطوا لهم الشهوات نتاعو. فوالا كيفاش انت تتغلب على الشهوات نتاعك وقت تتغلب على نفسك, وتولي الحاجات اللي انت تلقاك تخاف منهم. مثلا تخاف لحاجه نتاعك يفكوها لك, تخاف من الموت, من تكون ريديكوليزي ولا من ليميلياسيون, من شنو العباد باش يقولوا عليك ايتترا. انا الصوفيه
ولا دراوشة، معناها من الحاجات اللي يركزوا عليهم انه عبد يتخلص منها الحكاية دي، اللي هي حاجة موجودة في الفيلوزوفية اورينتال، معناها موجودة عند الهنود، معناها عند ليموان هذوكم بوديست، ولا ليموان اللي يسكنوا في الهيمالايا، ولا اللي هو داير ذكرني الكتاب هذا في كتاب قريته قبل، اوتوبيوغرافي دان يوغي، اللي يحكي عن واحد ذي يعمل كريا يوغا، يحكي على حياته شنو صار فيها كل شيء. فما ياسر معناها من الفيلوزوفي نتاعو لقيتهم في الكتاب هذا اللي هو يحكي على الصوفية وكل حكايات الكل. معناها انا بالنسبة لي عاودت اكتشفت المذهب الصوفي من فيزيون واحد اخرى، وبالنسبة لي حاجة معناها حاجة تزيد، فما اضافة كبيرة ياسر من الكتاب هذا. كوتي سوسبانس ما فماش فيه سوسبانس كبير، وداير الريتم نتاعو ستابل، ما فيش كل تلقاك تحب تعرف شنو باش يصير من بعد ولا حاجة كيما هكا، اللي تاخد وقتك الكل باش تفهم كل ريغل اش تحب تقول. و داير اللي لوتور عنده ان بوت في مخه، يحب العباد يعلمهم حاجة انديريكتومون، وياخو الحكاية هذيا ككوندكتور باش يوصل الفيلوزوفي نتاعو، واللي هي حاجة مزيانة على الاخر. دونك انا نشجع اي عبد يحب يكتشف المذهب الصوفي بالانترميديير متاع الكتاب هذا، ونصور برشا عباد ينجم يشيخوا عليه، سورتو اي عبد عنده اون سونسيبيليتي هكا باهيه، معناها عبد تلقاه يحب معناها يزيد ينغمس في كل ما هو روحانيات وحكايات كيما هكا. انا نصور سي ان بون ديبي معناها الكتاب هذا، وكاو فوالا اقراوه، واللي عنده ما يقول فيه ولا اللي عجبه ولا يحب يديسكوت كونسيرنون الكتاب هذايا مرحبا بيه. فوالا، علي علي.